الحارس الدولي أيمن البلبولي، وبعد سنوات عديدة عديها في الإتوال رجع سنة في السيف الفريق الأم نادي الإفريقي، وكان أساسي في ماتش الجولة الأولى ضد حملمف. لكن في وسط الأسبوع هذايا صار ما لم يكن متوقعا، وغاب أيمن البلبولي على تمارين جمعيته. البلبولي معناتها آخر حصة معناتها خاضها مع النادي الإفريقي كانت نهار اثنين، عمل لي سوامي ديكو وجاء حضر ووقت معاينته طبيا، لأنه معناتها تغيب يوم الثلاثة ويوم الأربعة ويوم الخميس. اتصلنا به معناتها شرح لنا الأسباب، هي أسباب شخصية بالأساس، واللي نحب نأكدوا اللي أيمن البلبولي لاعب في النادي الإفريقي حتى كش 2020. أيمن البلبولي جيبانه من الأول غلط، وتوا تسيبه باش تكون غلطة أخرى. البلبولي يحب يلعب في الكلوب مرحبا به، ما حبش ينجم يمشي على روحه، عندنا أحسن أربع حراس من بعده في تونس. بريتو الكلوب راي هي خلقته البلبولي، وصل كذا مشى على روحه عمل كارير ربي ناب عليه وكذا، ما يمكن ينجمش يكمل معانا يلقى خير عندنا ولادنا اللي مصلي يعني به. أكبر غلطة اللي هو رجع للنادي الإفريقي. اسكو الوضعية من الأول كي جابوه على أنه أساس، عنا تبارك الله شرف الدين، عنا عاطف التخيلي، غايث علاش يسيبوا فيه البنقردين. البلبولي معانا وحارس النادي الافريقي ويربطوا عقد بالنادي الافريقي ل 2020، واي محاوله منا ولا منا معناتها نحن موجودين باش نحمي حقوق النادي الافريقي. نفهم من كلامك اللي فما اتصالات من جانب النجم غازي الساحلي. اتصالات فما اشاعات فما 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 اخبار، نحن ما نبنيوش على الاخبار، نبنيو على اليقين. برغم الاشاعات اللي تقرب رجوع البلبولي للنجم، مسؤولي الاتوال ينفيوا كل اتصال بقائدهم السابق. اداره النجم غازي الساحلي ما كان عندها حتى علاقه بالموضوع هذا، وما مارسنا حتى ضغط على أيمن البلبولي. نبروبوني توليتوال عندنا كات جارديان كونفيرمي. غياب الاتصالات الرسمية مع أيمن ما يمنعش أنه العائلة الموسعة للنجم الرياضي الساحلي جمهورا ومسؤولين يرحبوا بإمكانية عودته للنادي. ماذا بينا يرجع بلبولي متاعنا، راه حلينا عيننا مع أيمن، هزينا تترويات مع أيمن، شرفنا في الأفريق، شرفنا حتى مع ليكيب ناسيونال. أيمن البلبولي كان خرج من النادي الإفريقي يدور يولي لاعب حر، ينجم يمشي لأي فريق يحب عليه، نعرف الناس كل الميركاتو يوفر وكان سبتمبر. بالنسبة للنجم الساحلي باش تقول للنجم الساحلي كان باش يرجع البلبولي نهار آخر للنجم الرياضي الساحلي، البلبولي ولد إتوال، البلبولي سي ان كابيتان هيستوريك في الإتوال، وينجم يرجع للنجم الرياضي الساحلي في أي وقت يحب عليه. آلي ما سي شوتي آلي.